موقع أنا السلفي. الحمد لله والشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، يقول الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى، وأن كلامه ليس بمخلوق. ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قال محمد بن الحسين رحمه الله، أي الأجري: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين، هذا إجماع، أن قول المسلمين الذين لم يزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله تعالى، أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق. أضاف السلف هذه الكلمة عندما قال الجهمية: القرآن مخلوق، فقالوا: ليس بمخلوق، القرآن كلام الله تعالى حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، ليس بمخلوق، لأن القرآن من علم الله، وعلم الله لا يكون مخلوقا، لأن العلم صفة، صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، وصفته عز وجل ليست مخلوقة. تعالى الله عن ذلك. مجمل اعتقاد السلف في القرآن: يعتقدون أن لله تعالى صفة الكلام، من صفاته عز وجل صفة الكلام. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله سبحانه وتعالى، وقال عز وجل: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، في آيات كثيرة تثبت لله سبحانه وتعالى صفة الكلام له عز وجل، ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه سبحانه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف سبحانه وتعالى، كلامه على ما يليق بكماله وجلاله، وكلامه سبحانه وتعالى صفة ذات له عز وجل، وصفة فعل أيضا لأنها متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، يتكلم إذا شاء، يتكلم إذا شاء وقت شاء، بكلام يسمعه من يشاء سبحانه وتعالى، وهي صفة قائمة به، يعني صفة ذاتية لا تنفك عنه،
غير بائنة منه، يعني صفة ذاتية لا تنفك عنه، لا ابتداء لاتصافه بها ولا انتهاء. يعني كان الله عز وجل ولم يزل متكلما سبحانه وتعالى، يتكلم بها بمشيئته واختياره، وكلامه تعالى أحسن الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة المشهورة: إن أحسن الحديث كلام الله، ولا يشبه كلام المخلوقين، إذ الخالق لا يقاس بالمخلوق، ويكلم به من شاء من خلقه من ملائكته ورسله، ويسمعه على الحقيقة من شاء من ملائكته ورسله، ويسمعه عباده في الآخرة بصوت نفسه سبحانه كما سيأتي. وكما أن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين، كذلك صوته لا يشبه صوت المخلوقين سبحانه، ليس كمثله شيء. وكلماته تعالى لا نهاية لها ولا تنفذ. ومن كلامه عز وجل القرآن والتوراة والإنجيل. فالقرآن كلامه، صوره وآياته وكلماته تكلم به بحروفه ومعانيه، أسمعه جبريل، وجبريل عليه السلام أسمعه محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أسمعه أمته. وليس لجبريل ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا الأداء والإبلاغ، إلا الأداء والإبلاغ. وهذا معنى قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، يعني بلغه وأداه، وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، وهو الذي في المصاحف، وهو قرآن واحد منزل، كما قال عز وجل: ألف لام ميم تنزيل الكتاب من رب العالمين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فهو كتاب منزل غير مخلوق. هذا جملة اعتقاد أهل السنة في القرآن. ما الدليل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق؟ قال الآجري رحمه الله: دل على ذلك القرآن والسنة، وقول الصحابة رضي الله عنهم، وقول أئمة المسلمين. هذا قول إجماع، إجماع أهل السنة والجماعة، لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث. والجهمي عند العلماء كافر. من الجهمية؟ الجهمية فرقة نارية منتسبة إلى الجهم بن صفوان، أظهر القول بنفي الصفات، نفى الأسماء والصفات، نفى أسماء الله، قال الله تعالى: ليس له أسماء. والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال: ليس لله صفات، يعني عياذا بالله على قوله: ليس لله علم ولا قدر ولا رحمة ولا إرادة ولا مشيئة، إلى آخر صفاته سبحانه وتعالى.
عطل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته. وقال القرآن مخلوق، وقال القرآن مخلوق، وأخذ هذه الكلمة عن الجعد ابن درهم. والجعد ابن درهم ضحى به، ضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق في زمانه في دولة الأمويين، قتله على الزندقة. فبعد أن خطب بهم، بعد أن خطب بهم خطبة عيد الأضحى، قال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله أضحياتكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل فضح فذبح. وذلك بعد أن استفتى علماء عصره فأفتوا له بردته وزندقته فقتله على الزندقة، والعلماء مدحوا فعله، ومن العلماء من ركب إليه يمدحون فعله. لكن الجعد هذا أخذ منه هذه القول الكفرية الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان أيضا قتل على الزندقة، وذلك بأمر هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي رحمه الله، إذ أرسل إلى أميره سلم بن أحوز أن يقبض عليه وأن يقتله، وقد فعل، فقتله في سنة 128. يعني الجعد قتل سنة 124 هجرية، بعده بأربع سنوات قتل الجهم. وذكر من شهده أنه لما قتله عياذا بالله اسود وجهه. وفي سنة 218 هجرية أظهرها بشر المريسي. الجهمية هؤلاء أنواع، هناك الجهمية الغلاة رأسهم الجهم بن صفوان، وهناك الجهمية الوسط وهم المعتزلة، وهناك الجهمية الأخف وهم الأشاعرة كما سنبين. فالجهمية الوسط وهم المعتزلة قالوا القرآن مخلوق، وأظهر هذه الكلمة بشر الماريسي في سنة 218 هجرية، وكذا أظهرها رأس من رؤوس المعتزلة وكان قاضيا للمأمون، رجل اسمه أحمد بن دؤاد ابن أبي دؤاد، استطاع أن يضل المأمون، واعتنق المأمون هذه العقيدة وجعل يمتحن عليها العلماء. والإمام أحمد رحمه الله ثبت في هذه المحنة وقبض عليه ووضع في السجن رحمه الله، وهلك المأمون في هذه السنة سنة 218. تولى بعده أخوه المعتصم، وأيضا تبنى هذه العقيدة، وكانوا يمتحنون الناس على ذلك. فهناك من أهل العلم من ثبت، ومن أهل العلم من قال تقية، قال هذه الكلمة تقية. أما الذي ثبت على ذلك فجمع قليل من العلماء الذي امتحن في هذا وسجن وضرب بالصوت
على ذلك هو الإمام أحمد، وثبت رحمه الله على القول إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ومات المعتصم في سنة 227 هجري، ثم ورثها أخوه الواثق الذي مات سنة 232 هجري، ولي بعده المتوكل، وهذا هو الذي رفع هذه الفتنة والحمد لله. وسمح للإمام أحمد أن يخرج للناس، يعني أطلق سراح الإمام أحمد رحمه الله في عهد المعتصم بعد أن ضرب وحمل إلى بيتي مغشيا عليه، وأوقفه في داره، يعني لا يخرج من بيته، لا يخرج من بيته ولا يجتمع بأحد ولا يجتمع به أحد. واستمر هذا الأمر إلى سنة، سبحان الله، إلى سنة 234، يعني زمن طويل، يعني حوالي 14 سنة، حوالي 16 سنة هذه الفتنة كانت قائمة، إلى أن رفعها الله عز وجل بالخليفة العباسي المتوكل رحمه الله تعالى. وخرج الإمام أحمد رحمه الله من بيته يعلم الناس، ولقبته الأمة بإمام أهل السنة والجماعة رحمه الله. ولما جاء إليه أحد الناس يكلمه وهو في قصر المعتصم، والمعتصم جعل يهدد بما سيفعله في الإمام أحمد، فقال الإمام رحمه الله لهذا الرجل: أأنجو أنا ويضل هؤلاء؟ لأن الناس اجتمعوا في القصر وكلهم، وطلبة العلم كل معه ورقة وقلم ينتظر ماذا سيقول الإمام أحمد. قاله تعال، وجعله ينظر من الشرفة فإذا بالناس مجتمعة، فقال: أأنجو أنا ويضل هؤلاء؟ فصبر رحمه الله ونجاه الله عز وجل من يديه، ونصر الله عز وجل مذهب أهل السنة والجماعة والحمد لله. لما وقعت هذه البدعة المكفرة انقسم الناس إلى أقسام، فهناك من قال القرآن مخلوق وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة، وهناك من قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وهناك من وقف قال القرآن كلام الله لكن لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، وهؤلاء شر من الجهمية كما سيأتي عن الإمام أحمد. القرآن كلام الله مخلوق أو غير مخلوق؟ قالوا: لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. إذن هؤلاء عندهم شك، لذلك قالهم شر من الجهمية. وهناك قسم رابع وهم الأشاعرة، فالأشاعرة قالوا الكلام نوعان: كلام نفسي هذا قديم، وكلام لفظي هذا حادث. فقال لهم أهل السنة فسروا لنا هذا الكلام، ما المقصود بالكلام النفسي؟ لم يستطيعوا أن يفسروا شيئا، حتى ابن كلاب الذي اخترع هذه الكلمة، وكلمة الكلام النفسي الذي اخترع هذه الكلمة ونسبها لله، لم يذكر في بيانها شيئا يعقل،
قال هو معنى يناقض السكوت والخرس، وهذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهناك قوم وهم اللفظية قالوا لفظي بالقرآن مخلوق كما سيأتي إن شاء الله تعالى الرد عليهم. فهؤلاء هم الجهمية الذين قالوا إن القرآن مخلوق، فيقول لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث، والجهمي عند العلماء كافر. والجهمي عند العلماء كافر. الجهمية أنواع، فهناك الجهمية الغلاة، هؤلاء الذين يقولون بخلاف الكتاب فهؤلاء كفار. وأما الذين يقولون بأقوال كفرية، الصحيح أنهم لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة وينظر في توافر الشروط وانتفاء الموانع، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. ما الأدلة على ذلك؟ قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، كلام الله اللي هو القرآن. وقال الله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، أي اليهود. والتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، الذي يؤمن بالله وكلماته وهو القرآن. وقال لموسى عليه السلام إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالله كلم موسى عليه السلام، والتوراة من كلام الله سبحانه وتعالى. قال ومثل هذا في القرآن كثير. من أدلة القرآن الكثيرة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق قوله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال البويطي إنما خلق الله كل شيء يكن، فإن كانت كن مخلوقة فمخلوق خلق مخلوقا، خلق الله عز وجل المخلوقات بماذا؟ بكلمة كن. لو كانت كلمة كن مخلوقا إذن مخلوق خلق مخلوقا، وهكذا لا يتناهى. والإمام أحمد رحمه الله قال كان عيسى بكلمة كن، وليس عيسى هو كلمة كن، كان بالكلمة وليس هو الكلمة، أي خلق عيسى عليه السلام بكلمة كن، فهو عليه السلام خلق بكن وليس هو كن. وكن من الله غير مخلوقة، أي هي كلامه سبحانه. وقال عز وجل ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، ففرق الله عز وجل بين الخلق والأمر،
فالأمر هو القرآن، الأمر هو القرآن. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: الخلق خلق الله والأمر القرآن. وقال تعالى: ولكن حق القول مني، ولكن حق القول مني، وما كان منه سبحانه فليس بمخلوق. قاله وكيع بن الجراح. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله، فكل المخلوقات تنفد، أما كلمات الله فلا تفند، فلا تنفد ولا تفنى. وتصديق ذلك قوله تعالى حين يفني خلقه: لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه سبحانه: لله الواحد القهار. كذلك أيضا من الآيات قوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، علمه البيان. فالله سبحانه وتعالى فرق بين علمه وخلقه، فالقرآن علمه والإنسان خلقه، القرآن علمه والإنسان خلقه، وعلمه تعالى غير مخلوق، وعلمه تعالى غير مخلوق. كذلك الآية التي ذكرها هنا الإمام الآجري رحمه الله، قال الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ما العلم الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو القرآن الذي بلغه إياه وأداه إليه وجبريل عليه السلام. فالعلم هنا هو القرآن، من بعد ما جاءك من العلم وهو القرآن. قال محمد بن الحسين رحمه الله: لم يزل الله عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته سبحانه قبل خلق الأشياء، من قال غير هذا فقد كفر. لم يزل الله خالقا قبل أن يخلق الأشياء، ولم يزل الله مريدا سبحانه قديرا عز وجل بارئا مصورا قبل أن يخلق الأشياء، ولم يزل سميعا بصيرا سبحانه وتعالى ومتكلما عز وجل سبحانه وتعالى. هكذا يقول أهل العلم، فهو سبحانه الأول بلا ابتداء عز وجل، كان ولم يزل بصفاته سبحانه وتعالى. قال: وسنذكر من السنن والآثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم ما إذا سمعها من له علم وعقل زاده علما وفهما، وإذا سمعها من في قلبه زيغ، فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحق رجع عن مذهبه، وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم. وسيذكر رحمه الله آثارا كثيرة. الإمام الآجري رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة ذكر قول كام؟ 550، 550 إمام من التابعين وتابعيهم بإحسان، والأئمة الأربعة ومن سواهم،
هؤلاء 550 من مختلف البلاد والأقطار كلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إن القرآن مخلوق فقد كفر. تخيل، عدهم الإمام الآجري ذكرهم بالاسم، وهناك من ذكرهم بالأسانيد، وترك ذكر الأسانيد في كثير منهم خشية الإطالة. هؤلاء الأئمة 550، انظر على اختلاف الزمان واختلاف الأقطار والبلاد، كلهم على عقيدة واحدة، وهي أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق سبحانه وتعالى عز وجل، ومن قال القرآن مخلوق فقد كفر. فيقول هنا رحمه الله بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على منبره: أيها الناس، إن هذا القرآن كلام الله، إن هذا القرآن كلام الله، فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم، فإن الإسلام قد خضعت له رقاب الناس فدخلوه طوعا وكرها، وقد وضعت لكم السنن ولم يترك لأحد مقالة إلا أن يكفر عبد عمد عين، فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، وهذا أثر حسن لغيره عن عمر رضي الله عنه. وروى بسنده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن هانئ قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم، حسن لغيره. وبسنده عن فروة ابن نوفل قال: أخذ خباب بن الأرت رضي الله عنه بيدي فقال: يا هناه، يا هناه، كلمة دي كناية عن الرجل، وهذه الكلمة تستخدم بمعنى يا هذا في النداء، يا هذا، يا هناه، منادى بمعنى يا هذا، تقرب إلى الله تعالى بما استطعت، فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. نحن نتقرب بتلاوة القرآن، عبادة تلاوة القرآن، أنا أتقرب إلى الله مخلوق، بسم الله الرحمن الرحيم، هل هذه مخلوقة؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخر الآيات، هل هذه مخلوقة؟ هذا كلام رب العالمين سبحانه، ذلك كفرهم السلف من يقول هذا. فنحن نتعبد بتلاوة القرآن لأنه كلام ربنا عز وجل سبحانه وتعالى. فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه سبحانه وتعالى، وهذا صحيح. وعن معاوية ابن عمار قال: سئل جعفر بن محمد أي الصادق رضي الله عنهما عن القرآن: أخالق أم مخلوق؟ قال: ليس خالقا ولا مخلوقا، ولكنه كلام الله تعالى. القرآن ليس خالقا ولا مخلوقا، إنما هو كلام الله تعالى، وهذا صحيح لغيره، وكذا الذي بعده. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، قال: غير مخلوق. قرآنا عربيا غير ذي عوج يعني غير مخلوق، لكن هذا أثر ضعيف. ولذلك قال العلماء إن الآثار
التي ترد في عن الصحابة في ذكر ذلك يعني القرآن غير مخلوق، قالوا هذه آثار ضعيفة، ضعيفة السند، لأن الصحابة لم يعرفوا هذه الكلمة، وهذه الكلمة لم تظهر إلا في المئة الثانية، لم تظهر هذه الكلمة القرآن مخلوق إلا في المئة الثانية، فالعصف القرن الأول لم تظهر في هذه الكلمة، لذلك أي أثر يأتي عن أحد من الصحابة يقول مثلا القرآن غير مخلوق أو يقول القرآن غير قرآن عربيا غير ذي عوج يعني غير مخلوق، أن هذا أثر ضعيف، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يعرفوا هذه الكلمة. لذلك الإمام أحمد رحمه الله لما جاء ورد على الواقفة الذين يقولون نقول القرآن كلام الله ونقول ليس مخلوقا وليس بمخلوق، فالإمام أحمد رحمه الله قال هذا كان يسع من قبلنا، لأن هذه الكلمة لم تكن موجودة، لم تظهر هذه الفئة الضالة وقالت هذا الكلام، لذلك كان يسعهم أن يعتقدوا أن القرآن كلام الله. عندما ظهرت القرآن مخلوق إذن لا يسع أحدا في الاعتقاد أن يقول القرآن كلام الله ويقف، بل لا بد وأن يعتقد أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لأن الفرقة الضالة أخرجت هذه الكلمة. كذلك كان يسع من قبلنا من السلف أن يقولوا إن الله سبحانه وتعالى استوى استواء يليق بكمال وجلال على عرشه، يعني له العلو سبحانه وتعالى بذاته عز وجل فوق عرشه. عندما خرج الحلول والاتحاد أو أهل الحلول والاتحاد وقالوا إن الله عز وجل في كل مكان، ومنهم من قال إن الله معنا في هذه الدنيا أي بذاته، فعندئذ قال السلف الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه، بائن يعني منفصل عن هذا الخلق، هو عز وجل له صفة العلو عز وجل على وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى، معهم بعلمه وقدرته وإرادته وإحاطته سبحانه وتعالى. إذن لما أضاف العلماء هذه الكلمة؟ لأن بدعة مكفرة ظهرت تقول إن الله مع الناس في كل مكان، فقالوا لا يسعك أن تقول بعد ظهور هذه الفرقة الضالة وقولهم هذا أن تقول إن الله عالم فوق عرشه، لا بد وأن تضيف وأن تعتقد بائن من خلقه سبحانه وتعالى عز وجل. كذلك هنا في الاعتقاد في القرآن العظيم، فإنك تعتقد أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال حمويه ابن يونس بلغ أحمد بن حنبل هذا الحديث، فكتب إلى جعفر ابن محمد بن فضيل يكتب إليه بإجازته، فسر أحمد بهذا الحديث وقال كيف فاتني عن عبد الله بن صالح هذا الحديث، كما ذكرنا هذا حديث ضعيف وهو أثر ابن عباس رضي الله عنهما. وعن عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس إمام حافظ مقرئ ولد سنة 120 هجرية،
روى عنه مالك وابن المبارك وأحمد بن حنبل، مات بالكوفة سنة 192 هجري. قال: وقد سأله رجل عمن يقول القرآن مخلوق، قال: من اليهود؟ قال: لا. قال: من النصارى؟ قال: لا. قال: من المجوس؟ قال: لا. قال: فممن؟ قال: من أهل التوحيد. قال: معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيد، هذا زنديق. الزنديق هو المنافق الذي يتكلم بالكفر، هذا زنديق. من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله تعالى مخلوق. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن لا يكون مخلوقا، والرحيم لا يكون مخلوقا، والله لا يكون مخلوقا، فهذا أصل الزندقة، وهذا صحيح. وروى قال محمد بن الحسين: وحدثنا أحمد بن أبي عوف قال: سألت الحسن بن علي الحلواني فقلت له: إن الناس قد اختلفوا عندنا في القرآن، فما تقول رحمك الله؟ قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ما نعرف غير هذا. هذا صحيح. وقال أحمد بن أبي عوف: وسمعت هارون يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم بالمدينة وأهل السنن إلا هم ينكرون على من قال القرآن مخلوق ويكفرونه. صحيح. قال هارون: وأنا أقول بهذه السنة. وقال أنا أحمد بن أبي عوف: وأنا أقول بمثل ما قال هارون. قال ابن أبي عوف: وسمعت هارون يقول: من وقف على القرآن بالشك، اللي هم الواقفة، يقول القرآن كلام الله لكن نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، وقف، هذا إيه؟ هذا إيه؟ شك في القرآن، ولم يقل غير مخلوق، فهو كمن قال هو مخلوق، يعني يرد على الواقفة. وعن أبي بكر وعن حمزة بن سعيد المروزي، وكان ثقة مأمونا، قال: سألت أبا بكر بن عياش فقلت: يا أبا بكر، قد بلغك ما كان من أمر ابن علية في القرآن، فما تقول فيه؟ قال: اسمع إلي، ويلك، من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق، عدو الله تعالى، لا تجالسه ولا تكلمه. وهذا صحيح. وعن أحمد بن يونس قال: سمعت عبد الله بن المبارك قرأ شيئا من القرآن ثم قال: من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم. وهذا صحيح. وكذا عن مالك بن أنس إمام الإمام قال: القرآن كلام الله، وكلام الله من الله، يعني صفة من صفاته سبحانه وتعالى تكلم بها على الحقيقة، وليس من الله شيء مخلوق، يعني ليس صفة من صفاته عز وجل مخلوقة، فالقرآن من علمه سبحانه وتعالى، وقال عز وجل: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وقال سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيب لكم فإن لم يستجيب لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. والإمام أحمد استدل بهذه الآية على أن القرآن كلام الله، قال: القرآن من علم الله فلا يكون مخلوقا، فمن زعم أن القرآن مخلوق وقع في أن الله لم يكن له علم سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ قرآن العلم مخلوق، هل يقدر يقول كده؟ درش يقول كده، لأن من قال العلم مخلوق إذن الله لم يكن له علم سبحانه وتعالى، استغفر الله، كان جاهلا، جهل رب العالمين سبحانه وتعالى، فوقع في أمر عظيم. وعن عبد الله بن نافع قال: كان مالك بن أنس يقول القرآن كلام الله، ويستفضع قول من يقول القرآن مخلوق. شوف الإمام مالك يقول إيه بقى في اللي يقول هذه الكلمة، قال: يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. هذا صحيح. وعن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، وقد سئل: ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال: لو أني على سلطان، يعني أنا لو لي سلطان، لو أني على سلطان لقمت على الجسر،
لقمت على الجسر، جسر يعني كبري فوق الماء، لقمت على الجسر فكان لا يمر بي رجل إلا سألته، فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء. وهذا صحيح عنه. أما الإمام أحمد رحمه الله الذي بتلي بهذه الفتنة في عصره فالأقوال عنه كثيرة جدا. قال الإمام أحمد رحمه الله: من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر. يقول الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، والعلم القرآن، أفليس هو القرآن أي العلم الذي جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن. ومن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر لا شك في ذلك. إذا اعتقد ذلك وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين به كان عندنا كافرا، هذا صحيح. وعن ابن عيينة، سفيان بن عيينة الإمام، يقول: ما تقول هذه الدويبة؟ ده كان جلس في مجلس رجل اسمه خلف البزار. يقول: ما تقول هذه الدويبة؟ يعني بشرا المريسي، كما ذكرنا هذا رأس من رؤوس المعتزلة. قالوا: يا أبا محمد، يزعم أن القرآن مخلوق. قال: كذب، قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر القرآن. وهذا حسن. وكذا أيضا الإمام أحمد سئل عمن قال القرآن مخلوق، قال: كافر، وهذا صحيح. وقال وكيع: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وسأل رجل الإمام أحمد: يا أبا عبد الله، أصلي خلف من يشرب المسكر خمر يعني؟ قال: لا. قال: فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ قال: سبحان الله، أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر؟ هذا صحيح. ورجل قال له إن أسماء الله وذكر له رجل أن رجلا قال إن أسماء الله مخلوقة والقرآن مخلوق، فقال أحمد: كفر بين. قلت لأحمد: من قال القرآن مخلوق فهو كافر؟ قال: أقول هو كافر، هذا صحيح. وكذا أيضا عن أبي طالب قال: قال لي أحمد: يا أبا طالب، ليس شيء أشد عليهم ممن أدخلت على من قال القرآن مخلوق. قلت: علم الله مخلوق؟ قال: لا. قلت: فإن العلم الله هو القرآن. سبحان الله، ده دليل قوي جدا هو يستدل به عليهم. قال الله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، هذا في القرآن في غير موضع، وهذا صحيح. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: الربيع بن سليمان، سمعت الشافعي يقول وذكر القرآن، وما يقول حفص الفرد رجل من المعتزلة، وكان الشافعي يقول حفص المنفرد، وناظره بحضرة وال كان بمصر. قال له الشافعي في المناظرة: كفرت والله الذي لا إله إلا هو. عند الوالي قال له: كفرت والله الذي لا إله إلا هو. ثم قاموا فانصرفوا، فسمعت حفصا يقول: أشاط والله الذي لا إله إلا هو الشافعي بدمي. أشاط بدمي يعني أهدر دمي، لأنه كده إيه؟ كفره، يبقى كده حكم عليه إيه؟ بالردة. قال الربيع: وسمعت الشافعي رحمه الله يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، وهذا صحيح. الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام قال: من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله، وقال على الله ما لم يقله اليهود ولا النصارى، وهذا صحيح. قال محمد بن الحسين: وقد احتج أحمد بن حنبل رحمه الله بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن أول ما خلق الله من شيء القلم، وهذا صحيح. قال له: اكتب. هذه حجة قوية في الرد على هؤلاء.
كأنه يقول قد كان الكلام قبل خلق القلم. يعني إيه؟ أول ما خلق الله القلم قال له إيه؟ اكتب. يبقى الكلام قبل إيه؟ خلق القلم. أول مخلوق هو القلم، فقال الله له اكتب. إذن الكلام قبل خلق القلم. كأنه يقول قد كان الكلام قبل خلق القلم. وإذا كان أول ما خلق الله من شيء القلم دل على أن كلامه ليس بمخلوق، ولأنه قبل خلق الأشياء. يقول الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله إمام أحمد عن عباس النرسي فقلت كان صاحب سنة، قال رحمه الله تعالى، قلت بلغني عنه أنه قال ما قولي القرآن غير مخلوق إلا كقولي لا إله إلا الله. فضحك أبو عبد الله وسر بذلك. قلت يا أبا عبد الله أليس هو كما قال؟ قال بلى، ولكن هذا الشيخ دلنا عليه لوين أحد الأئمة على شيء لم نفطن له. يعني الإمام ده عباس النرسي ده استدل على أن القرآن كلامه ليس مخلوق على دليل يكون أحد لم نفطن له. إيه الدليل؟ إن أول ما خلق الله تعالى من شيء خلق القلم، والكلام قبل القلم. قلت يا أبا عبد الله أنا سمعته يقول قال سبحان الله ما أحسن ما قال، كأنه كشف عن وجهه الغطاء ورفع يده إلى وجهه. قلت إنه شيخ قد نشأ بالكوفة. فقال أبو عبد الله إن واحد الكوفة واحد. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه أول ما خلق الله من شيء القلم. فقال أي الإمام أحمد كم ترى وقد كتبناه؟ ثم نظرت فيه فإذا رواه خمسة عن ابن عباس رضي الله عنه. هذا حديث صحيح. سيذكر الآجري رحمه الله طرق هذا الحديث، نحن سنكتفي منه برواية. أول رواية ذكرها الإمام الآجري، وهي عشان رواية موجودة في التفسير هنقرأها، وهي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول شيء خلق الله القلم، ثم خلق بعده النون وهي الدواء. هذا الحديث مذكور في تفسير ابن كثير وغيره عند تفسير قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. ففي هناك تفسير أن النون هي الدواء، ويذكر هذا الحديث إلى آخره. قال الألباني رحمه الله في هذا الحديث حديث باطل، لكن صح منه الجزء الأول، أول ما خلق الله القلم. نذكر رواية صحيحة لهذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إن أول شيء خلق الله القلم، فقال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب القدر. فجرى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. قال محمد بن الحسين وفي حديث آدم مع موسى حجة قوية أيضا، ده دليل تاني من السنة، حجة قوية جدا، وهو حديث محاجات آدم، حديث محاجات آدم لموسى عليه السلام أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ما هذا الحديث؟ يروي بسنده عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى بن عمران عليه السلام قال يا رب أرني آدم الذي أخرجنا من الجنة. فأراه الله تعالى آدم فقال أنت أبونا آدم؟ فقاله آدم نعم. قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه؟ نفخ الله فيك من روحه يعني نفخ الله فيك الروح المخلوقة وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل؟
أنت الذي كلمك الله تعالى من وراء حجاب، أنت الذي كلمك الله تعالى من وراء حجاب، ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال فما وجدت في كتاب الله تعالى، يعني في التوراة، أن ذلك كان في كتاب الله تعالى قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فلما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى، يعني لما قال موسى عليه السلام لآدم عليه السلام هذا القول، فقاف احتج عليه بماذا؟ احتج على أن هذه المصيبة مكتوبة على آدم عليه السلام وعصى آدم ربه فغوى، أن هذه مكتوبة عليه قبل أن يخلق بأربعين سنة، وهذا مكتوب في التوراة. فعندئذ قال موسى عليه السلام نعم، يعني مكتوب في التوراة قبل أن يخلق الله بآدم عليه السلام بأربعين سنة وعصى آدم ربه فغوى. فقال آدم فلما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى، أي غلب آدم عليه السلام موسى بالحجة. احتج آدم عليه السلام هنا بالقدر على المصيبة وليس على المعيبة، احتج على وقوع المصيبة أنها بقدر الله مكتوبة عليه قبل أن أخلق بأربعين سنة، فاحتج بالقدر على وقوع المصيبة وليس على وقوع المعيبة كما فعل إبليس لعنه الله فقال بما أغويتني. إنما آدم عليه السلام احتج بالقدر على وقوع المصيبة أنها مقدرة عليه، وهذا جائز. ولذلك الإنسان عندما تقع المصيبة ماذا يقول؟ قدر الله وما شاء هذا مقدور ومكتوب عليه، فيقول قدر الله وما شاء فعل. هنا ما وجه الدلالة من الحديث؟ قول آدم عليه السلام لموسى أنت الذي كلمك الله تعالى من وراء حجاب. قال محمد بن الحسين فإن قال قائل أين موضع الحجة فيما قلت؟ قيل له قول آدم لموسى أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، وإنما كان بينهما الكلام، فدل على أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، إذ قال لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. فتفهم هذا تفقه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله حدثنا أبو مخلد أو ابن مخلد حدثنا أبو داود قال سمعت إسحاق بن راهوي وهناد بن السري وعبد الأعلى بن حماد وعبيد الله بن عمر وحكيم بن سيف الرقي وأيوب بن محمد وسوار بن عبد الله وربيع بن سليمان صاحب الشافعي وعبد الوهاب بن عبد الحكم ومحمد بن الصباح وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن بكار بن الريان وأحمد بن جواس الحنفي ووهب بن بقية ومن لا أحصي من علمائنا، كل هؤلاء سمعتهم يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وبعضهم قال غير مخلوق، هذا صحيح. قال ابن محمد بن الحسين فيما ذكرت من هذا الباب بلاغ لمن عقل وسلم له دينه، والله الموفق لكل رشاد. إذن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى عز وجل ليس بمخلوق سبحانه وتعالى، والله عز وجل سيكلم عباده أيضا يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان.
وكذا حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة إلى آخر الحديث. والله سبحانه وتعالى يوم القيامة سينادي على آدم بصوت وسينادي على عباده بصوت، وهذا جاء به الأحاديث. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. هذا رواه البخاري ومسلم. إن الله ينادي بصوت يوم القيامة سبحانه وتعالى. وعن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس، الحديث ده اللي هنذكره ده، سيدنا جابر رضي الله عنه رحل من المدينة إلى مصر شهرا ليسمع هذا الحديث من عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. تخيل رحل من المدينة إلى مصر ليسمع هذا الحديث، لدرجة أن عبد الله بن أنيس لما جاءه خادمه وقال: قل له إن جابر ابن عبد الله بن داب، فجاء يقول جابر ابن عبد الله، من جابر؟ ما جاش في دماغه ان واحد هيجي له المدينه. فلما خرج فاذا هو جابر، فقال: حدثني بهذا الحديث الذي سمعته منك كذا وكذا. وبعد ما حدثه قام واخد بعضه وراجع، قعد يتحايل عليه، طب يقعد يريح، طب يقعد ياكل، ابدا. ورجع تاني، مسافر من المدينة إلى مصر شهرا ليسمع حديثا عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنهم جميعا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان سبحانه وتعالى. رواه البخاري تعليقا، ورواه في الأدب المفرد وسنده حسن كما قال ابن حجر رحمه الله. لذلك أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى عز وجل كلامه، وأن كلامه عز وجل حروف وأصوات، وهذا هو الدليل. وأن كلامه عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين، كذلك صوته عز وجل لا يشبه أصوات المخلوقين، ليس كمثله شيء. القاعدة الذهبية لأهل السنة إثبات بلا تمثيل وتنزيم بلا تعطيل. نثبت لله سبحانه وتعالى الصفة مع اعتقاد التنزيه، ليس كمثله شيء. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل.